اهلا بكم مجددا اعزائنا في تقرير جديد من Equity Global Markets. نبتدئ الحديث في مطلع تعاملات هذا الاسبوع بتسليط الضوء على مجموعه من البيانات التي من شانها ان تحرك الاسواق، لكن قبل ذلك نتطلع الى اهم الاحداث وهو النفط المرتفع. ارتفعت اسعار النفط خلال تعاملات اليوم تحت خلفية التوتر والقتال الموجود حاليا ما بين القوات العراقية وقوات الكردستان العراق حول او قرب مدينة كركوك. اثر ذلك على المود العام باسعار النفط، وذلك سوف يؤثر بلا شك على السبلاي او المعروض النفطي في المرحلة الحالية، وبالتالي تمكنت أسعار النفط من الارتفاع بشكل كبير، يعني لتتمم عملية الارتفاع السابقة التي كانت يعني كنا نشهدها على أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي على وجه التحديد. والآن WTI فوق مستويات $52 للبرميل، وسوف نتحدث عنه فنيا، بينما ننتظر مجموعة من البيانات حقيقة خلال هذا الأسبوع، لعل أبرزها هي أرقام الانفليشن التي تأتي من المملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع الجي دي بي قراءته عن الربع الثالث من هذا العام للصين، وللوقوف على مدى صحة الاقتصاد الصيني الذي أظهر اليوم بيانات نوعا ما إيجابية فيما يتعلق بالإندستريال برودكشن أو الإنتاج الصناعي الصيني، رفع من أسعار النفط بشكل المعادن إجمالا خلال تعاملات اليوم، ورأينا الذهب يصعد بشكل قوي فوق مستويات الـ $1,300 للأونصة، حاليا هو عند 1305، بالإضافة إلى مجموعة من المعادن الأخرى كالنحاس وغيرها شهدت ارتفاعات واضحة خلال تعاملات اليوم. ننتظر في هذا الأسبوع أيضا حديث لجانيت يلين وحديث لماريو دراغي، بالتالي تعود مجددا السياسة النقدية للتأثير على الأسواق خلال تعاملات هذا الأسبوع، سنوافيكم بتفاصيلها. إلى جانب ذلك البيانات الأمريكية خلال هذا الأسبوع سوف نشهد قراءة أو قراءات لسوق الإسكان الأمريكي إجمالا وسوق المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية، للوقوف على مدى تعافي في هذا القطاع في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه أبرز الأحداث التي ننتظرها هذا الأسبوع، ودعونا نجري جولة سريعة على أبرز المنتجات. وكما العادة نبدأ مع أول مؤشر لدينا هو مؤشر الدولار الأمريكي. دولار إندكس يعاني من الضغط حاليا، ومستويات 94 كانت مانعة بشكل واضح لمزيد من الارتفاعات على أداء الدولار الأمريكي من تلك المستويات، ونحن نشهد ديبريشن وتراجع وانخفاض مستمر في أسعار في سعر مؤشر الدولار الأمريكي. الآن هو عند مستويات 93.18، ولكن نحتاج إلى كسر الدعم الحالي المتواجد عند مستويات 92.90 حتى يكون هناك مزيد من الضغط بالاتجاه الهابط، خصوصا بعد البيانات المخيبة للآمال التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتضخم، حيث جاءت هذه الأرقام أقل من التوقعات، وذلك يثير بعض الشبهات حول تعافي مستويات التضخم ووتيرة نمو التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعدما ذكر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير أن هناك انقسام داخل الفيدرالي حول يعني تعافي وتيرة نمو التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وحول ما إذا كانت لا تزال تشكل عائق نحو تشديد السياسة النقدية. ملخص هذا الحديث فنيا، الدولار الأمريكي قد يحتاج إلى مزيد من الإثباتات للعودة بالاتجاه الصاعد. حاليا عندنا مؤشرات أو قراءته عند 93.18، ولكن يحتاج إلى الارتفاع فوق مستويات 93.40 حتى يكون هناك عودة للاتجاه الصاعد واستهداف مستويات 94 أقل تقدير، غير ذلك لا يزال الضغط بالاتجاه الهابط في الوقت الحالي.
المنتج الآخر الذي سنتحدث عنه هو اليورو الذي يعاني حقيقة من عدم الوضوح أو عدم اليقين مجددا فيما يتعلق بكتالونيا وإسبانيا والآثار السلبية التي تضغطها على تعاملات اليورو في الوقت الحالي. لذلك شهدنا انخفاض اليورو خلال التعاملات اليوم على وجه التحديد وهو مطلع تعاملات هذا الأسبوع، وهو تحت الضغط حاليا دون مستويات 18-28 التي توافق لنسبة تصحيح فيبوناتشي 38.2%. حقيقة الدعم التالي هو موافق لمستويات 17-70. لا يزال هناك الضغط بالاتجاه الصاعد. إذا انتبهنا هون اللون الأزرق هذا متوسط 200 على الون أور، ارتد منه الزوج يورو دولار أمريكي ونشهد بعض الارتفاعات حاليا، لكن الارتفاعات تحتاج إلى عودة قوية فوق مستويات 18-80 حتى يكون هناك متابعة للاتجاه الصاعد، وهدفنا هو عند 1.20 بالنسبة لليورو دولار أمريكي، ويمكن تحقيق هذا الهدف خلال تعاملات هذا الأسبوع. هناك فرصة واردة، بالتالي الانتري بوينت عنا هو فوق مستويات 18-80 حتى ندخل باللونج على المدى المتوسط إلى الطويل، واستهدافاتي إلى 1.20 بالاتجاه الصاعد. غير ذلك الضغط بالاتجاه الهابط سوف يعيدني للدعم الموجود عند القاع الأخير الذي قد وصلنا إليه وهو عند 16-60. المنتج الآخر الذي سوف أتحدث عنه هو الذهب. الذهب حاليا عند مستويات 1304 دولار للأونصة، الاستهدافات عند 1314 دولار للأونصة. يوجد هناك قمم متتالية بالارتفاع، قيعان متتالية بالارتفاع، ترند واضح حاليا على أسعار الذهب على المدى المتوسط، ولكن بدأ يظهر نوع من الزخم بانخفاض الزخم بالاتجاه الصاعد. خلينا نقول اختراقات 1306 نحو 1306.50 ممكن تعطيني يعني زخم بالاتجاه الصاعد، والهدف هو عند 1314 دولار للأونصة، يعني نتحدث عن حوالي 8 دولارات بالاتجاه الصاعد مع وقف خسارة جدا قريب نسبيا. بينما أي هبوط دون مستويات 1302 أو 1301 دولار للأونصة يعني ضغط بالاتجاه الهابط وعودة إلى مستويات 1291 دولار للأونصة. آخر ما سوف نتحدث عليه النفط الذي يستفيد من الزخم بالوقت الحالي، وممكن جدا أن يصل بإضافة 50 سنت إضافية للسعر الحالي اللي هو عند 52.28 أن يصل إلى مستويات تقريبا 52.85. هذا هو التارجت الأول بالنسبة لأسعار النفط. اختراق هذا الهدف يقودنا إلى مستويات 83.80، يعني حوالي دولار إضافي بالاتجاه الصاعد من المستويات التي يتم اختراقها عند 52.85. بالاتجاه الهابط لا يوجد هناك دعم قريب، لكن يمكن أن نعتبر مستويات 51-80 مستويات دعم في المرحلة الحالية، قد تمنع النفط من الهبوط بشكل أكبر. إذا تم كسرها هدفنا التالي هو عند مستويات 51 دولار للبرميل. أشكر لكم المتابعة وراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم.